زينب من ليبيا، تفضل يا زينب. والله فيصل الله يسعد قلبه. اه وعليك السلام، قولي. يا مرحبا يا زينب، مرحبا. قلت لك يا شيخ، اني سؤالي عن صورة البقرة، خذيت صورة البقرة على اساس انها رقية. ايه الله يعطيك العافية، ليه ما تاخذين صورة آل عمران؟ الحمد لله نقرا في كله، بس اني خذيتها كرقية ما نعرفش يعني، بعدين قريت عليها فوائدها واجد فخذيتها كرقية. اه اوكي. فقعدت استمريت عليها فترة وقت طويل يعني. زين. المشكلة في الليل انه يطلع لي مرات راس خروف ومرة خروف من النار. ايه. يطلع لك في الحلم؟ لا واني واعية في الليل. وانت واعية تشوفين خروف دخل عليكي؟ ايه. ضحي ايه. وتوكلي على الله، لحم. ليه ما ضحيتي؟ لا. لا شفتي كيف الان تتفكري تقولي ايه صح؟ تخيل لو كل يوم ان شاء الله يدخل كل يوم علي خروف. تخيل لو كل يوم ضحيت بخروف يدخل علي. بصير اكبر يعني تاجر لحوم. يا زينب انت بتراجعين طبيب ما تراجعين وسيم. راجعي طبيب. انا يا ليت كل يوم يدخل علي خروف. لو كل يوم ضحيت بخروف دخل علي، يعني شو هذا الخروف تتوقع يا زينب؟ جن ولا شيطان؟ ما نعرفش يعني. ما بسألك، يبقى معناه خروف طبيعي. لا الراس بس. اذا جن. ممتاز، تمثل بصورة شيطان، ممتاز. بنحره. لو طلع لي 30 كيلو لحمه، كم كيلو لحمه اليوم في الامارات؟ 30 درهم، 30 كم يعني شيخ؟ 900؟ 900 درهم، كل يوم 900 درهم. يا اختي فك بالله، والله الدين لا هو بسوالف جن، ولا بسوالف طلع لي خروف، ولا بسوالف حسد وعين، ولا بسوالف لبسني جان، والله العظيم دينك اخلاق. الحمد لله، وعقل. يهديكم الله ويصلح بالكم، وعقل. ديننا ما هو هالسوالف هذه، ديننا اكبر من هذا، دخل علي خروف ودخل ارنب ودخل قطوه، هل تراجعين طبيب يطول لي في عمرك؟ نعم، من معي؟